اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين كلامنا في باب النوادر من اصول الكافي وصلنا الى الحديث الخامس عن الامام الصادق عليه الصلاة والسلام قال أبو عبد الله عليه السلام إن الله خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا فأحسن صورنا وجعلنا عينه في عباده ولسانه الناطق في خلقه ويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة ووجهه الذي يؤتى منه وبابه الذي يدل عليه وخزانه في سمائه وارضه بنا اينعت الاثمار بنا اثمرت الاشجار واينعت الثمار وجرت الانهار وبنا ينزل غيث السماء وينبت عشب الارض وبعبادتنا عبد الله ولولا نحن ما عبد الله صدق مولانا أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يبين بعض المنازل والمراتب التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام ولجدهم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. وقبل أن نذكر معاني هذا الحديث الشريف لا بد أن نقدم مقدمة مختصرة وتلك المقدمة أن الله سبحانه وتعالى قادر على ما فيه الحكمة بل هو قادر على كل شيء لكنه يفعل ما فيه الحكمة مع قدرته على فعل كل شيء المخلوق لا يمكن ان يصل الى مرتبه الخالق لقصور في ذات المخلوق ولكن يمكن ان يكون للمخلوق فضائل يمنحها الله سبحانه وتعالى لذلك المخلوق فاذا لم يكن استحاله عقليه او نقليه في فضيله من الفضائل فتلك الفضيلة يمكن أن يعطيها الله سبحانه وتعالى لمخلوق من مخلوقاته، فنحن لا بد أن ننتظر الدليل وأن نبحث عن الدليل، فإن دل دليل على أن الله سبحانه وتعالى منح هذه الفضيلة لعبد من عباده قلنا به قلنا بتلك الفضيلة له، مثلاً ليس من المستحيل عقلاً ولا نقلاً بان يقدر الله سبحانه وتعالى عبدا من عباده على ان يحيي الموتى هذا ليس محال لا يستلزم محالا عقليا ولا يستلزم محالا شرعيا ونحن نبحث عن دليل نجد ايات من القران الكريم تدل على ان الله سبحانه وتعالى قد اذن لعيسى عليه السلام باحياء الموتى إبراء الأكمه والأبصر والأبرص بدون وسائل طبية وبلمسة يد الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعطي مخلوق من مخلوقاته هذه القدرة بأن يبرئ الأكمه الأعمى بالولادة والأبرص فهل هناك دل الدليل على ثبوت ذلك لمخلوق من المخلوقات؟ نعم دل القرآن على ثبوت ذلك لعيسى عليه الصلاة والسلام. وهكذا سائر معاجز الأنبياء، هي ليست أمور مستحيلة عقلًا أو نقلًا، لكن إثباتها لنبي من الأنبياء وولي من الأولياء بحاجة إلى دليل، وهذا الدليل إما القرآن وإما الروايات المعتبرة. اذا حينما ناتي الى الرسول صلى الله عليه واله والائمه عليهم الصلاه والسلام ونريد ان نثبت فضيله لهم. اذا وردت فضيله او نسبت فضيله لهم. اولا اذا تلك الفضيله لم تكن محالا عقليا. مثلا واحد يجي يدعي ان عيسى ابن لله. اذا بالمعنى الحقيقي للابن فهذا محال عقلي. لا يمكن لبشر ان يكون ابنا لله. الله سبحانه وتعالى اعلى واجل من ان يكون له ولد. او اذا مثلا البعض ادعوا ان عيسى شريك لله سبحانه وتعالى فهذا محال عقلي استحاله الشريك لله سبحانه وتعالى. وهناك بعض الامور هي محال شرعا. يعني الدليل القطعي الشرعي دل على ان هذا الامر خاص بالله سبحانه وتعالى فاذا واحد ادعى ثبوت ذلك الشيء لغير الله فادعاؤه باطل لكن اذا لم يكن محذور عقلي او شرعي نحن نراجع الادله اذا ثبت بالدليل ان هذه الصفه وهبها الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه واله فنلتزم بها لان ما بمحظور عقلي ما بمحظور شرعي وقد ثبت بالدليل الصحيح ان هذه الفضيله للرسول او للائمه عليهم الصلاه والسلام فاذا البعض ياتي ويهول عندما تاتي وتنسب فضائل الى الرسول والائمه يقول ان هذا غلو نقول الغلو بمعناه الحقيقي هو ان تثبت مرتبه من المراتب الخاصه بالله سبحانه وتعالى بمخلوق هذا نوع من الغلو، ونوع اخر من الغلو ان تثبت فضيله بدون دليل، ايضا هذا يكون غلو وان كان الغلو الاول هو اشد لانه قد يستلزم الكفر والشرك يعني اذا واحد صفه خاصه من صفات الله سبحانه وتعالى ينسبها إلى مخلوق أو أنه يرفع المخلوق إلى مرتبة الخالق فيجعله شريكا لله مثلا والعياذ بالله من ذلك فهذا هو الغلو المخرج عن الملة لكن إذا واحد إجا في النوع الثاني أثبت فضيلة من الفضائل بدون أن يرفع المخلوق إلى مرتبة الخالق بدون دليل شرعي فهذا أيضا غلو لكنه ليس من الغلو المخرج عن المله. إذا واحد ادعى فضيلة للرسول وللأئمة أو للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، احنا في المرحلة الأولى نجي نشوف أن إثبات هذه الفضيلة للمخلوق محال أو ليس بمحال عقلي أو شرعي. إذا ثبت أنها محال عقلا أو شرعا نكذبها ونقول هذه مختلقة. لكن إذا عقلا أو شرعا لم يكن مانع في ذلك. ننتقل إلى المرحلة الثانية، نقول ما هو الدليل على ثبوت هذه الفضيلة لهذا المخلوق سواء نبي أو وصي. فإن قام الدليل المعتبر اعتقدنا به، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق مخلوق وأن يعطيه فضيلة من الفضائل. في حديث ما معناه ان الامام الجواد عليه الصلاه والسلام كان جالس على نهر لعله نهر الفرات فواحد من المخالفين ذكر كلام يريد الطعن في الامام الجواد عليه السلام فقال ما معناه ان جماعتك يزعمون انك تعلم عدد قطر ما هذا النهر كم قطره في هذا النهر انت تعلم الإمام الجواد جاوب جواب غير مباشر قال هل الله سبحانه وتعالى قادر أن يعطي علم عدد قطرات مياه هذا النهر إلى بعوض بقى بعوضة الله سبحانه وتعالى قادر أن يعطيها هذا العلم أو عاجز الجواب أن الله سبحانه وتعالى قادر هذا ليس أمراً محالاً هل هو الله قادر أو ليس بقادر؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى قادر إذا كثر أن يجاوب أن الله قادر الإمام عليه الصلاة والسلام قال ما معناه أنا أعز على الله سبحانه وتعالى من بعوضة يعني إذا الله يريد يعطيني هذا العلم فليس الله بعاجز ولا أنا أقل من بعوضة اللي إذا الله أراد يعطيها علما كان قادرا على ذلك هذا جواب غير مباشر بيان لعدم الاستحالة العقلية الإمام ما راد يجاوب جواب مباشر لأنه هذا الإنسان قد يكذب يقول لا كم عدد الإمام إذا كان يذكر العدد مثلا يقول خلي واحد ومقابل هذا الواحد مثلا خمسين صفر زين من يتمكن خارجا من إثبات هذا الأمر لذلك الحكمة في الجواب هي أيضا مطلوبة وليس المطلوب الجواب المباشر عن كل شيء هذا بين قوسين نذكره في يوم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب صعد المنبر وقال سلوني قبل أن تفقدوني فقام أحد المنافقين من الخوارج وقال كم شعر على رأسي زين الإمام عليه الصلاة والسلام يعلم كم شعر على رأس هذا المنافق لكن لم يكن من الحكمة أن يجيبه بالجواب الصحيح أفرض الإمام يقول مثلا كذا مئة ألف شعرة أو كذا ألف شعرة في رأسك زين من يقدر يحسب شعر الرأس نفرض اليوم الثاني هذا الشخص راح حلق رأسه ورجع وقال للناس أيها الناس إحنا حسبنا وطلع أقل مما قال الإمام أو أكثر مما قال الإمام يثير بلبلة فليس من الحكمة الجواب لهذا الشخص بجواب لا يتمكن الناس من التاكد من صحه ذلك الجواب فلذا الامام جاوبه جواب غير مباشر بطريقه اخرى قال اني لا اعلم كم شعره على راسك واعلم انه على كل شعره شعر ملك يلعنك وشيطان يستفزك زين نرجع الى كلامنا هذا الحديث وأشباهه يثبت فضائل للرسول ولاهل البيت عليه وعليهم الصلاه والسلام. عقلا لا محذور في هذه الفضائل، ونقلا هذا الحديث واحاديث اخرى بشكل عام او بشكل خاص دلت على ثبوت هذه الفضائل. فلذا على الانسان ان يعتقد بها. هسه الى الحديث قال ابو عبد الله عليه السلام: ان الله خلقنا فاحسن خلقنا. الله سبحانه وتعالى خلق الائمه وخلق الرسول واحسن خلقهم، لماذا؟ لانه احاديث كثيره دلت على ان الله سبحانه وتعالى خلق نورا من عظمته، يعني نور مخلوق نسبه الى عظمته سبحانه وتعالى، فمن ذلك النور خلق ارواح الائمه، يعني ماده روحهم كان ذلك النور الذي هو اشرف الاشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فروح الائمه من ذلك والرسول كذلك ثم خلق الجنه وافضل اماكن الجنه هو عليين كلا ان كتاب الابرار لفي عليين وعليون اللي هو افضل مناطق الجنه في مراتب من اعلى عليين خلق اجسام الرسول والائمه وخلق ارواح الانبياء من اعلى عليين ومن المراتب النازله من عليين خلق ارواح المؤمنين فاذا الله سبحانه وتعالى خلقهم فاحسن خلقهم لان الله اصطفاهم واراد ان يصطفيهم فلذا لازم يكون مناسبة بين الاصطفاء وبين هذا الخلق. فلذا الله سبحانه وتعالى خلقهم من أفضل ما خلقه من النور ومن أعلى عليين. بعد ذلك الإمام يقول وصورنا فأحسن صورنا. الإنسان له صورة ظاهرة هذا المحيى صورته الظاهرة. وله صورة باطنة هي الأخلاق، لذا الخلق والخلق الكلمة في اللغة العربية من مادة واحدة الخاء واللام والقاف، الخلق الصورة الظاهرة والخلق الصورة الباطنة. الله سبحانه وتعالى صورهم سواء في المحيّة أو في الأخلاق فأحسن صورهم. يعني اشكالهم افضل الاشكال واخلاقهم افضل الاخلاق هذا بحث اخر ايضا نشير اليه باختصار ذكره المتكلمون في مواطن متفرقه من علم الكلام وهو ان الانبياء والائمه من حيث المحيه ومن حيث الاخلاق لا نقص فيهم الانسان العادي واحد من عندنا قد يكون فيه تعويق واحد قد يكون أعمى واحد يكون مثلا أصام أطراش واحد يكون مثلا مقطوع العضو أو فيه خلل بحيث أنه يقبح منظره يمكن والإنسان مبتلى وقد يبتلي بهذه الأمور إما ولادة أو عارض يصير تفجير مثلا أو حادث سير أو مرض أو كذا يصاب بنقص في اعضائه او تعويق فيها. لكن الانبياء والائمه من ولادتهم الى وفاتهم او الى قبيل وفاتهم لا تعويق فيهم ابدا. والسبب في ذلك هو ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يتم حجته على الناس. قل فلله الحجه البالغه. حتى يوم القيامه واحد لا يجي يقول يا رب اني ما استمعت الى نبيك لماذا لان منظره كان قبيح فانا اشمئززت منه ابتعدت عنه حتى هل مقدار من الحجه لا تكون للكفار والمخالفين في يوم القيامه فلله الحجه البالغه فلذلك الله سبحانه وتعالى لم يجعل تعويق او نقص في اجسام الأنبياء والأئمة. ولذلك من العلائم لعدم كون عبد الله الأفطح إماما مع أنه كان أكبر من الإمام الكاظم الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أكبر أبنائه إسماعيل توفي في حياته وحينما أستشهد الإمام الصادق اكبر ابنائه الاحياء كان عبد الله لكن لم يكن اماما، الامام كان اللي بعده اللي هو الامام موسى بن جعفر عليه الصلاه والسلام. لماذا؟ لان عبد الله الافطح كان فيه خلل في جسمه كان عنده فطح. هسه الفطح اما في الوجه نوع من التشوه او في الاقدام نوع من التشوه. فلذا عندما كان يرى الشيعه الذين يعرفون علائم الامام يرون هذا التشوه في خلقه كانوا يعرفون انه ليس بامام. على كل حال فالانبياء والائمه لا خلل في اجسادهم ابدا وما ورد في بعض الايات او الروايات من وجود تعويق او خلل فذلك لا بد من تاويله. وهناك روايات في تأويل هذا مثلا في قضية يعقوب على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام وبيضت عيناه من الحزن هذا ابيضت عيناه من الحزن ليس بمعنى العمى كما يقول المتكلمون مو معنى أن يعقوب صار أعمى إذا الآية لم تقل وعمية وإنما الآية قالت وبيضت عيناه من الحزن يعني بان بياض فيها من شدة الحزن والبكاء على يوسف عليه الصلاة والسلام وبحيث أنه لم يكن تعوقا نعم قد يصاب بضعف الباصرة كما يقول بعض المفسرين مثلا أصيب بالضعف بالباصرة لكن الآية تقول بيضت عينه وليس بمعنى العمى أو بالنسبة إلى أيوب عليه الصلاة والسلام حينما يقول في بعض الإسرائيليات أنه جسمه كان يخرج منه رائحة نتنة وصارت على جسم ديدان وما إلى ذلك فهذه إسرائيليات وإنما الصحيح أنه مرض مرضا لم يغير من محياه ومن ظاهره أصيب بالضعف شديد كان يضطر أنه مثلا يتمدد بدون أن يصاب بنقص أو يصاب بآفة بحيث أنه يتنفر الناس منه بس هذا بحث كلامي بس المقدار الذي أشرنا أن أردنا أن نشير إليه ما يرتبط بهذا الحديث الشريف وصورنا فأحسن صورنا زين الله سبحانه وتعالى اصطفاهم من مراحل الاصطفاء أنه خلق من مادة عالية خلق ومحياه أيضا أحسن أخلاق وأحسن محيا فلذلك ناسب المهمة التي أوكلت إليه الله حكيم ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين الانبياء الله اصطفاهم يعني خلقهم بحيث لا يكون فيهم كدر ولا شائبه فلذلك صاروا المحل القابل لحمل رساله الرب سبحانه وتعالى فالامام اول شيء يقول ان الله اصطفانا بانه خلقنا فاحسن خلقنا وصورنا فاحسن صورنا بعد ذلك اوكل لنا مهام تبليغيه بالنسبه الى العباد وجعلنا عينه في عباده يعني احنا نشهد في الحلقه الماضيه في الحلقه الماضيه شرحنا معنى عين الله يعني الشاهد من قبل الله سبحانه وتعالى الرسول والائمه عين الله بمعنى ان الله سبحانه وتعالى جعلهم شهود ولذا في الدنيا يتحملون الشهاده وفي يوم القيامه ويوم يقوم الاشهاد يشهدون ولذلك في احاديث متواتره ان امام كل زمان يعلم بما يفعله الناس الله سبحانه وتعالى يخبره ويعلمه بس عن طريق ملك او عن طريق عمود نور يرتفع هناك بحث اخر لكن امام كل عصر يعلم بافعال العباد ولذا في يوم القيامه يشهد عليهم وجعلنا عينه في عباده ولسانه الناطق في خلقه يعني يبلغون عن الله سبحانه وتعالى الرسول ينزله الوحي مباشره فيبلغ عن الله سبحانه وتعالى والائمه عليهم الصلاه والسلام أخذوا علومهم عن جدهم الرسول صلى الله عليه واله فأيضا يبلغون تلك العلوم إلى الناس إضافة إلى التحديث يحدثهم الملائكة أيضا. ولسانه الناطق في خلقه هذا الشخص اللي يريد يكون شاهد لازم يكون مصطفى. هذا الشخص اللي يكون يبلغ عن الله سبحانه وتعالى لازم يكون مصطفى. ويده المبسوط على عباده بالرأفة والرحمة يعني رحمة الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى جعلها عن طريقهم يعني الرسول صلى الله عليه وآله رحمة الله على عباده وعن طريقه الله سبحانه وتعالى يرحم العباد وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وبعد الرسول صلى الله عليه واله الائمه عليهم الصلاه والسلام، الله سبحانه وتعالى رحمته ينزلها بواسطه هؤلاء، ويده المبسوطه على عباده بالرحمه والرأفه، الفرق بين الرحمه والرأفه هو ان الرأفه شده الرحمه التي تنشأ من المحبه والعطف. لأن الإنسان قد يرحم شخص لحبه له، وقد يرحم شخصاً لا لحبه له، بل قد يبغضه، لكن لجهة من الجهات. أنت عندك رضيع طفل صغير، هنا ترحمه شفقة ومحبة، هاي رأفة. واحد قاتل أبوك، أنت يجوز لك أن تقتص منه، أما ترحمه وتعفو عنه. هنا هذه رحمة وليست رأفة لأنه أنت لا تحبه قاتل والدك وإنما عفوت عنه لرحمة فهذه هي رحمة وليست رأفة وبين الرحمة والرأفة عموم وخصوص مطلق حسب ما يقول بعض المفسرين بالمؤمنين رؤوف رحيم رحمة خاصة ورحمة عامة وبعض المفسرين هكذا يفرق بين الرحمة والرأفة أنها أنهما إذا اجتمعا يعني في مكان واحد قال رؤوف رحيم الرؤوف في الرحمة في جلب المنفعة والرحيم في دفع المضرة لأنه أنت يمكن ترحم واحد فتعطيه يمكن ترحم واحد فتمنع عنه الأضرار فإذا اجتمعت الرأفة والرحمة في مكان واحد إذا اجتمعا افترقا يكون للرأفة معنى جلب المنفعة وللرحمه بمعنى دفع الضرر، لكن اذا افترقا قد يكون كل واحد منهما يعطي معنى الاخر. والاقرب هو المعنى الاول ان الرحمه هي شده ان الرافه هي شده الرحمه. ويده المبسوط على عباده بالرأفه والرحمه. ووجهه الذي يؤتى منه. هذا ايضا في الحلقه الماضيه. شرحنا أنهم وجه الله بمعنى أن الله سبحانه وتعالى واجه خلقه لا مباشرة، وإنما بواسطة الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة من بعد الرسول لأنهم يبلغون الأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وبابه الذي يدل عليه من الذي يدل على الله سبحانه وتعالى الرسول غير الرسول لا يدل على الله وإنما يدل على الشرك والإلحاد والكفر والنفاق. الرسول هو الذي يدل على الله سبحانه وتعالى، ومن بعد الرسول الأئمة عليهم الصلاة والسلام، كما قال الرسول لعلي عليه الصلاة والسلام: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وخزانه في سمائه وأرضه. الخزان في السماء والأرض لا أحد معنيين ولعل كلاهما هو مراد. اما بمعنى خزان العلم يعني الله سبحانه وتعالى العلم الذي انزله من السماء على الارض جعل له مخزن وعاء وذلك المخزن والوعاء هو الرسول صلى الله عليه واله والائمه عليهم الصلاه والسلام من بعد الرسول. العلوم نزلت الى الرسول ومن الرسول الى الائمه ومن الرسول والائمه انتشر بعضها بين الناس فهذا خزان العلم. وايضا المعنى الاخر لخزان للخزان بمعنى ان الله سبحانه وتعالى رحماته وبركاته الماديه ينزلها عن طريق الرسول والائمه عليهم الصلاه والسلام فالخزان بمعنى ان الرحمات الخاصه والرزق وامثال ذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي يرسله لكن عن طريق الرسول والائمه عليهم الصلاه والسلام. الله هو الذي ينزل ذلك الفضل لكن عن طريق الرسول يعني جعله طريقا إذا المرحلة الأولى الله اصطفاهم حسن خلقهم وصورهم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى في المرحلة الثانية جعلهم الوسائط بينه وبين الخلق النتيجة شنو هي النتيجة ما تشوف خيرات في الأرض فهي من بركاتهم يعني الله سبحانه وتعالى عن طريقهم ينزلها على الناس لذا الإمام يقول بناء أثمرة الأشجار النتيجة لأن الله جعلهم الواسطة جعل إثمار الأشجار بواسطتهم وأينعت الثمار يعني نضجت وجرت الأنهار وبناء ينزل غيث السماء وينبت عشب الأرض لكن لا تتصور ان هذا غلو لانه هم عبيد مربوبون لله سبحانه وتعالى. لكن الله قادر على ان يجعل هذه الامور عن طريقهم مثل الاسباب الطبيعيه. الاسباب الطبيعيه يعني انت تاخذ بذره وتضعها في داخل الارض ثم تسقيها الماء، الشمس، الهواء تنبت هذه البذره تصير شجره. لماذا هذه الشجرة نبتت لأنه الأسباب الطبيعية توفرت من الذي جعل هذه الأسباب الطبيعية الله سبحانه وتعالى زين نجي إلى الأسباب الغيبية الرسول والأئمة الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون وسائط فيضه هذا ليس غلوا فيهم هذا إثبات لقدرة الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الرسول والأئمة وسائط الفيض إذا في تتمة الحديث الامام يقول وبعبادتنا عبد الله. يعني يقول احنا عبيد لله. ونحن الذين علمنا الناس العباده. اذا الرسول لم يكن الائمه لم يكونوا الناس كانوا مشركين. الناس في جميع اقطار الارض يعبدون الله لكن عباده باطله. الله سبحانه وتعالى عن طريق الرسول علم الناس العباده، وبعد الرسول الائمه عليهم الصلاه والسلام هم الذين حافظوا على تعاليم الرسول صلى الله عليه واله. فاذا كما ان الخيرات الماديه من اثمار الاشجار وايناع الانهار، وايناع الثمار وجريان الانهار ونزول الغيث الله سبحانه وتعالى جعلهم الواسطه كذلك في المعنويات وبعبادتنا عبد الله ولولا نحن ما عبد الله لان العباده بدون معرفتهم باطله وكذلك تعليم شرائط العباده عن طريقهم فاذا اذا واحد بدون مراعاه الشرائط يعبد عباده باطله بدون معرفتهم يعبد عباده باطله فلذلك هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على خلقه أن جعلهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ولكن هم عبيد يعني هذه الفضائل لا تسبب لك غلوا كما غلت النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام يعني شافوا معاجز وفضائل لعيسى فغلوا فيه صعدوا إلى مرتبة الربوبية واختلقوا له أنه ابن لله سبحانه وتعالى كلا هذه فضائل من الله، لذا القرآن كلما ذكر معاجز عيسى أردفها بإذن الله ليبين أن عيسى عبد مربوب، الله سبحانه وتعالى فضله، كذلك الأئمة، كذلك الرسول صلى الله عليه وآله، الله فضلهم لكن هذا التفضيل ليس بمعنى الغلو فيهم بحيث واحد يوصلهم إلى مرتبة الربوبية، فلذا في الحديث نزلونا عن الربوبية، لا احنا مو ارباب نحن عبيد لله سبحانه وتعالى، لكن عبيد الله اصطفاهم في خلقه وفضلهم كما يشاء وجعلهم الواسطه في الخير بالنسبه الى الناس سواء الخيرات الماديه او الخيرات المعنويه، نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا معرفتهم انه ولي قدير. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطيبين الطاهرين. Oh. Um.